ما زالت الكثير من الغابات بأفريقيا، بأوروبا، آسيا، أمريكا بتنمى أشجارها ونباتاتها بتزدهر منذ مئات بل آلاف السنين. ليش؟ لأنه يد الإنسان ما عبثت فيها، فلا أسمدة ولا كيماويات، فقط زراعة طبيعية. النهاردة بنفتح معاكم واحدة من البوابات السحرية للصحة، الزراعة العضوية، أو اللي بيسموها أورجانيك. في فرق كبير بين الخضار العادي وفي فرق ما بين الخضار الأورجانيك. الخضار العادي هو الخضار المتداول في كل أسواق مصر وفي الأسواق العادية جدا. المفروض أن في أماكن كبيرة في مصر هي بيختص بيها الخضار الأورجانيك والفاكهة الأورجانيك دي، بس على حسب التفاوت بين الطبقات بتاعت الناس، المستويات بتاعت الناس نفسها. يعني دي أسعار كبيرة جدا ومختلفة جدا، يعني مثلا كيلو الطماطم العادي اللي هو هنا موجود مثلا في حدود 3.5 أو 4 جنيه، في الأورجانيك مش أقل من 15 جنيه. الزراعة الأورجانيك ما توفرش حاجة بره الموسم، يعني لو الفدان العادي بيجيب 40 طن فالفدان الأورجانيك بيجيب 18، وتكاليف الأسمدة والمبيدات بتاعتها أغلى من الأسمدة والمبيدات العادية. بينعكس ده كله على السعر، يعني مجرد ما بجيبه من المزرعه بيقعد عندي هنا في الثلاجه العاديه التبريد المفتوح مكشوف، بيقعد معايا ممكن 10 او 15 يوم وهو لسه بحالته، لانه لا عليه اسمده ولا عليه مبيدات بكثره. الزراعه العضويه هي عباره عن انتاج منتج غذائي آمن خالي من المواد الكيماوية وخالي من المبيدات. قبل الحرب العالمية الأولى كان العالم خالي من المبيدات، كانت هي الزراعة العضوية. التاجر هو الحلقة الأخيرة، في قبله حلقة مهمة قوي في الزراعة العضوية، هو الفلاح. بعرف إن الزراعة العضوية صالحة للإنسان في الاستخدام مثلا أكل طهو أي حاجة، اللي كان بالنسبة لحاجات فاكهة أي حاجة حلوة جدا للإنسان. مثل المستخدم الهرمونات والكلام الفاضي ده بتتعب الإنسان، تعمل الإنسان فشل كلوي، تعمل عنده مثلا تقصير في العمر. الكيماوي بالنسبة للفلاح عبارة عن زيادة في حجم الثمرة، بالتالي زيادة في الإنتاج. بروح يبيع بيكسب، ما بيبصش إذا كان اللي هياكل هيتأذي مش هيتأذي، المهم المكسب، وهو معذور في النقطة دي عشان الفلاحة بتكلف كتير. جميع أي فاكهة دلوقتي ممكن تلاقي الهرمونات، ممكن تلاقي استفندي بالهرمونات، ممكن تلاقي الطبيعي البلدي، بيقولوا عليه البلدي طبعاً بتقولوا عليه البلدي، تلاقي البلدي ده صغير وتلاقي التاني ده أقرب إن شاء الله، يعني حجم يفرق، تلاقي الحبيتين كيلو، تلاقي البلدي الأربعة ممكن كيلو والخمسة ممكن كيلو. يبقى كده فرق فيه إن هو كسب كتير ولم كتير في المحصود بس تعب الناس. نعرفه هنا في بالنسبة للمزرعة إن المواد اللي بتنحط ليها كسماد أو شيء عبارة عن مواد بتصنع هنا داخل المزرعة اسمها كومبوست. أما بالنسبة للمواد الكيماوية بتترش على الزراعة أو الضارة مش بنرشها هنا خالص. مفيش أي نبات بترش بأي مادة مؤذية. الأورجانيك ديت ليها سيستم معين وليها نظام معين. من أول ما بحط الشتلة في الأرض فإحنا بنزرع بشتلات مطعمة على أصول مقاومة للأمراض والمقاومة للأمراض. إن أهم حاجة في الزراعات العضوية إن أنا ما بستعملش أي مركبات كيميائية خالص في الزراعة، فإحنا بنستعمل مركبات حيوية ومركبات طبيعية ونتوقع المرض قبل ما يجي، وبنرش حاجات مقاومة وبنزود المناعة الطبيعية للنبات. كتجربة شخصية تأكل منها قطعة اتنين وتحطها تلاقي الشيء اللي انت بتاكل منه اللي هو يعني مرشوش بطريقة رهيبة، يعني اسود بسرعة وحصل له عطب. اما العادية ممكن تاكل منها واسيبها شوية هتاكل منها عادي طعمها ما بتغيرش. منتجات الزراعة العضوية لا تباع الا لمن يعي قيمتها، اللي بيعي قيمتها بيدفع فيها ثمنها ايا كان السعر. إذن بيستخدم منتج آمن ممكن يكون غالي شوية لكن في النهاية هو منتج آمن على صحته وصحة أسرته، ده مردوده بعد كده قلة الأمراض، الصحة كويسة، مردودها في النهاية
على صحة الإنسان اللي بيعرف قيمة المنتج اللي بيشتريه. طيب هل في شروط معينة للمزارع دي؟ مشكلة الأورجانيك إن عايزة مساحات كبيرة. ليه؟ الفلاح النهاردة عنده 5 فدان، إيه اللي ضمنه إن جاره اللي 5 فدان جابه لو عنده مرض هي هرش مش هرش، فأي رش هيرش عنده هيجي عنده، هيجي على النبات معاه، لو جه رش على النبات معاه وجه جمع هيبقى فيها مادة كيماوية مش هيقدر هتترفض في التحليل الكيماوي بتاعها. فهي عايزة المساحات كبيرة، والمساحات دي بتبقى عليها نطاق من الكردون كبيرة علشان نضمن ان جميع الجيران او جميع المناطق اللي حواليه ما بترشوش اي مواد كيماوية. المزرعة بتاعتنا هنا تصدر انتاجها كله للاتحاد الاوروبي، وكلها متعاقدة مع مجموعة سوبر ماركت في جنترا والاتحاد الاوروبي، وليها نظام سيستم معين في التعبئة والتغليف، ونتابع الطرق العالمية. خليك أورجانيك وحافظ على صحتك.